كنشوفوا هنايا واحد الفوضى كبيره بزاف، علاش؟ انه الجمهور هنا باغي التيكيات، هما كيحلوا الكيشيان الساعه ساعه كيبيعوا فيها، كان اللي كيجي بكارني جايب الكارني من برا، فهمت؟ فات برا داك الكارني هذاك كيبيعوا ب 80 درهم 100 درهم هنايا 100 درهم باش كيبيعوا التيكيه ديال 20 درهم، يعني 80 درهم تاع ربح زايده على المستهلك بزاف، شي حاجه بزاف على المستهلك. وهادو هما العاشقين تاع النهضه البركانيه. فين كان هاد الجمهور هادو؟ فين كانوا هادو؟ لهم جايين منين ومنين ومنين؟ فين كانوا هادي شحال؟ فين كانوا؟ علاش كانوا يتابعوا معها هاد البلاصه معها الرباط طنجه اكادير؟ فين كانوا هادو؟ مقابله صعيبه، يعني الزمالك فريق قوي، وان شاء الله نهضه البركان حنا دايرين فيها الثقه اللي جبنا هاد الكاس، و يعني الزمالك عندها خبره وفايتنا في الخبره، ولكن ان شاء الله الدراري غادي يكونوا دايرين النفس، وان شاء الله الجمهور ما غاديش. احنا عندنا لعابه صحاح، عندنا لعابه صحاح ياك اللي الجمهور معولين عليهم، لا باكو تجو يلعب بغير ياك. قلنا دابر كان فرق قوي، اي فرقه كضرب 100 حساب. وبالنسبه للتيكيات وهذاك، جمهور النتائج اللي دايرينها، موالف الكاس يكون خاوي كيجيبنا المشري تيكيته ويمشي. جمهور النتائج الفينال، فين كانوا الدومي الفينال الماتش اللي قبل؟ اتمنى هذه التذاكر المناسبه، يعني 30 درهم يعني 20 درهم، يعني 100 درهم قال لك ديال المنصه هي ما كايناش كاع، ما بانتش خفاء، ما بانتش كاع، مشات برا يعني عند المسؤولين ولا ما عرفت فين مشات. حنايا درك جينا نقطعوا لي تيكي ديالنا والتيكيات ما كاينينش، يعني تقطع واحد الساعه ولا صافي ما ولاوش يقطعوا. حنا نتمناو يكون واحد التنظيم ويبيعوا لنا لي تيكي، وكاع البراكنه يشروا لي تيكي.